بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين هنا في الأمر الثاني نشير إلى ضرورة المعرفة والحكمة في كلمات أمير المؤمنين أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يؤكد على ان الحياة انما هي بالحكمة، القلب الذي يخلو من الحكمة قلب ميت لا حياة له، كما ان الماء حياة لكل شيء، حياة الابدان بالماء، كذلك حياة القلوب بالحكمة، بل امير المؤمنين عليه افضل الصلاة وازكى السلام يجعل حياة القلب بالحكمة، مشبها به في قضية التشبيه بالحياة بالماء، يعني حياة البشر بالماء، قد شبه بحياة القلب بالحكمة، لاحظوا في التشبيه سواء كان على نحو الاستعارة أو كان على نحو التشبيه، إنما يشبهون المشبه بما هو أجلى منه وأوضح منه في وجه الشبه وهو المشبه به يعني نريد أن نبين شجاعة شخص نقول هذا كالأسد لأن الشجاعة تجلت في الأسد ولا يمكن أن نضرب المثل بشجاعة شيء آخر، يعني شجاعة الأسد واضحة لا تحتاج إلى بيان، فنشبه شجاعة زيد مثلا بأسد، نقول زيد كالأسد في الشجاعة، هكذا فزيد هو المشبه والأسد هو المشبه به والكاف كاف التشبيه أداة التشبيه هكذا ووجه الشبه الشجاعة، هذه الأركان الأربعة في التشبيه وفي الاستعاره ايضا نذكر المشبه به فقط اقول رايت اسدا لهذا مجاز استعاره رايت اسدا وقامت القرينه على ان المقصود بهذا الاسد هو رجل شجاع هنا مبالغه اكثر في الاستعاره طيب امير المؤمنين سلام الله عليه جعل المشبه به هو حياه القلب بالحكمه وان حياه الابدان قد شبهت بحياه القلب بالحكمه، فكانما حياه القلب بالحكمه اجلى مصاديق الحياه، وعدم الحكمه اجلى مصاديق الموت، لذلك امير المؤمنين سلام الله عليه قد شبه حياه الابدان والحياه الظاهره بحياه القلب وموت الابدان والموت الظاهر بخروج الروح عن الجسد بخروج الحكمه عن القلب وبموت القلب، لاحظوا يقول سلام الله عليه في ضروره الحكمه كما ان الانسان يتشبث بكل ما اوتي من قوه لحياته يصرف الملايين لكي يعيش حياه اطول. يود لو يعمر الف سنه بالنسبه لمن لم يعتقد بالحياه الاخره كاليهود وغير اليهود يصرف من الوقت والجهد والمال لكي يعيش اكثر يهتم بالحياه الظاهره فهذا يشبه بمن يهتم بوجود الحكمه في قلبه يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة رقم 133 إنما ذلك بمنزلة الحكمة التي هي حياة للقلب الميت ويقول في قصار الحكم رقم 197 إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة، القلوب تتعب كما أن الأبدان تتعب، هذه القلوب يصابها الرين والزنجار والمرض كما في قوله تعالى: في قلوبهم مرض، فطرائف الحكمة، ابتغوا لهذه القلوب طرائف الحكمة، أحيوا هذه القلوب بطرائف الحكمه. في خطبه 133 يقول واعلموا انه ليس من شيء الا ويكاد صاحبه ان يشبع منه ويمله كل شيء. شخص يحب الاسفار فيسافر كثيرا الا ان يمل من الاسفار. شخص يحب الطعام فياكل كثيرا الا ان يمل من الطعام ومن هذا الصنف من الطعام. كل شيء تعلق قلب الانسان به بعد فتره يمل منه الا من شيء واحد الا الحياه الحياه لا يمل الانسان منه فانه لا يجد له في الموت راحه يفر من الموت لا يريد الموت هكذا هنا امير المؤمنين يشبه الحياه الدنيا بحياه القلوب وانما ذلك بمنزله الحكمه التي هي حياه للقلب الميت فالمشبه به حياه القلب والمشبه الحياه الظاهره فظهور الحياه عند من له البصيره في القلب اظهر من ظهور الحياه في البدن كما أن ظهور الشجاعة في الأسد أظهر من ظهور الشجاعة في زيد، فإلا أن نقول بأن هذا من المبالغة، في المبالغة قد نعكس المعنى، فهذا بعد ما يحتاج إلى تلك البصيرة الواقعية والنظرة الشمولية، وإنما النظرة العادية أيضاً تكفي، لذلك ذاك يقول في شعره وبدا الصباح كان غرته وجه الخليفه حين يمتدح يعني شبه الصباح في غرته بوجه الخليفه في حاله المات يعني عندما تمدح الخليفه هذا الخليفه بليغ يفهم الكلام فيتاثر بما يذكر له من خير ومن مادح ف تتهلل اساريره ويبتسم فالصباح يشبه بابتسامه الامير وبوجه الامير او الخليفه وبدا الصباح كان غرته وجه الخليفه حين يمتدح خب هذا من المبالغه لان وجه الخليفه المفروض ان يشبه بالصباح لا ان يشبه الصباح بوجه الخليفه فقد يكون من هذا الباب فهنا بعد ماكو ذاك المعنى العميق لمن له بصيرة لا بصر، وإنما من يفهم أي شيء يمكن أن يقول بأن هذا من المبالغة في التشبيه. فالحكمة حياة للقلب نور للبصر الحكمة هي الرحيق المختوم، يقول عليه السلام أمير المؤمنين في الخطبة رقم 150 تجلى بالتنزيل ابصارهم ويرقى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح من تجلت فيها الحكمة لا يمكن أن يحب غير الله عز وجل لماذا لانه يرى ان الفاني ان الزائل لا يمكن ان يحب ان يرتبط بالزائل لماذا هذا الجاهل المغتر بالحياه المغبون هذا الذي يحب الزائل لذلك النبي ابراهيم عليه السلام ماذا يستعمل كحد وسط للقياس وللبرهان الذي يذكره؟ قال لا احب الافلين، هنا ملاحظه دقيقه هل الحب والبغض يمكن ان يكون حدا اوسط في الاستدلال وفي القياس وفي البرهان؟ لا احب الافلين وذاك الرجل الاخر ياتي ويقول انا احب الافلين فينقطع الاستدلال. هذا يقول لا أحب ذلك يقول أحب التعليق الحكم بالوصف مشعر بالعليه يعني من يأفل من ينتهي من يزول لا يمكن أن يقع حب شخص حكيم تجاهه أن يحب الإنسان الزائل الدنيا تنتهي الخاخرة لا تنتهي هل هناك من حكيم يتمسك بما ينتهي ويترك ما لا ينتهي؟ يتمسك بالخيال ويترك الحقيقة هذا ليس بحكيم هذا لا يفهم لذلك النبي إبراهيم يأتي ويقول أن من يأفل لا يستحق أن يأخذ حيزا من قلبي يعني النبي إبراهيم عليه السلام يبين ملاك الحب هنا مو أن تعليق الحكم بالواصف مشعر بالعلية بل ظاهر في مثل ما نحن فيه ايضا لانه من الامور التي قياساتها معها هناك بيتان يقال لك اختر احدهما هذا البيت تجلس فيه ساعه وينتهي ناخذه من او ذلك البيت نعطيه لك دائما هل من عاقل بلا مزيه في احد البيوت على البيت الاخر هل من عاقل يختار هذا الذي يزول بعد ساعه ويترك ذلك الذي يمكن ان يعيش فيه لفتره طويله؟ كلا الا ان اصابه خلل في مخه والا لا يترك الدائم ليتمسك بالزائل فهنا النبي ابراهيم في مقام المحاجة مع الخصم يقول بان من يتمسك بالزائل عنده خواء فكري خلل عنده في مخه لا لب له هذا الفرد. فبعد هنا بعد ماكو واحد يجي يستشكل ويقول هل يمكن للحب ان يقع حدا اوسط في القياس في البرهان؟ لذلك ورد في النصوص الشريفه ان القلب لا يسع الا لحب شخص واحد. وقد امتلأ قلب اهل البيت بحب الله عز وجل. الغايه من بعثه الانبياء من ارسال الانبياء من انزال الكتب ليست المعرفه فحسب وانما الغايه المحبه كثير من عرف الله وخالف ولكن هل هناك من احب الله وفارقه المحبوب الحبيب لا يفارق محبوبه لذلك في دعاء ابي حمزه الثمالي يقول الامام السجاد عليه افضل الصلاه والسلام: اللهم اني اسالك ان تملا تملا بعد ماكو هناك ثغره، ماكو هناك منطقه فراغ، ان تملا قلبي حبا لك وخشيه منك. ان يمتلئ هذا القلب بحب الله عز وجل، وبالخشيه والخوف من الله عز وجل. هذه المحبه الخالصه التي لا يشوبها شيء انما منشاها المعرفة الخالصة التي لا يشوبها شيء. والمحبة المشوبة انما تنشأ من المعرفة المشوبة. فإذا الغاية القصوى لبعثة الأنبياء عز وجل انما هي محبة الله عز وجل. فإن تعلق القلب بالله عز وجل لا يمكن ان يفارق الله. والمحب لله عز وجل لا يرى غير الله. لا يعمل لغيره. ولكنني وجدتك اهلا للعباده فعبدتك مو عباده التجار ولا عباده الفقراء لله عز وجل. لاحظوا مثلا في الانفاق البعض يجعل الانفاق غنيمه وطائفه يجعلون الانفاق غرامه وطائفه ثالثه يكون الانفاق منهم لله عز وجل، لا غنيمه ولا غرامه. لاحظوا في الطائفه الاولى الله عز وجل بالنسبه الى الانفاق، يعني الناس على ثلاثه اصناف في الانفاق. الصنف الاول ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وعند الرسول. هذه غنيمه. الطائفه الثانيه ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما هذه غرامه اما لاحظوا الطائفه الثالثه لا يرون الا الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه على حبه الضمير في حبه في ثلاث احتمالات الاحتمال الاول ان يعود الى المال الى الطعام مثلا على حب الطعام يعني هذا يحب الطعام مع ذلك ينفق هذه درجه جيده ان ينفق الانسان مما يحبه لذلك ورد في النصوص الشريفه انه ان يفق يعني ينفق الانسان من ماذا؟ مما يحبه وان ينفق مما لا يحبه ايضا تلك ايضا فضيله الانفاق مما لا يحبه ولكن الايثار ان تعطي مما تحبه وتريده لنفسك كما فعلت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في ثوب عرسها فقد يكون على حبه راجع إلى الطعام إلى المال ويطعمون الطعام على حب الطعام هذه مرتبة وقد يكون راجع إلى العمل على حب الإيتاء ويطعمون الطعام الإطعام يعني يحب أن يفعل الخير يحب عمل نفسه هذه مرتبة أعلى وأسمى أنه واحد جعل في نفسه ملكة يحب فعل الخير أخرج أساعد هذا وأخذ يد ذاك وعندما أرتق المنبر أنا أشكر الله عز وجل على هذه النعمة أن أهدي الآخرين وأن أتكلم بسيرة معصومين سلام الله عليهم افضل الصلاه وازكى السلام للمؤمنين يحب المنبر يحب تاليفه طبعا هذه ايضا درجه جيده وعاليه فينفق حبا للعمل للانفاق مو حبا للمال مو حبا للاطعام الطعام وانما حبا للعمل هذه الدرجة الثانية اما الدرجه الارقى التي لا تصل اليها درجه أن يعود الضمير على حبه على حب الله عز وجل ويطعمون الطعام على حب الله هذا أكثر من من يرى المال ويحبه لا هذا ما لا يرى المال أو يرى عمل نفسه هذا لا يرى عمل نفسه أصلا وإنما يرى الله عز وجل من امتلأ قلبه حبا لله هذه هي الحكمة التي يؤكد عليها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام التي تجلت في كلماته. في أفعاله. في أقواله هذه الحكمة التي هي حياة القلب فكيف يمتلأ القلب بوجود هكذا حكمة؟ إنما يمتلئ حبا لله عز وجل ولا يرى غير الله فيرى نفسه مقصرا دائما لذلك المعصومون سلام الله عليهم اجمعين كانوا اشد الناس استغفارا لله عز وجل اشد الناس عباده لله عز وجل يضغط على نفسه لا ينام الليل ولا ينام النهار حتى نزلت الايه المباركه، طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. ان تتخذ راحه ايضا. الفرد الذي يرى نفسه قاصرا عن فعل اكثر من ذلك. السيد الوالد رحمه الله كان يذكر بالنسبه الى بعض ادعيه المعصومين واستغفاراتهم انها لتعليم الاخرين. أو أنها للقصور الذاتي، يعني المخلوق المحدود لا يمكن أن يفعل أكثر من ذلك. فيرى في نفسه العجز عن أكثر من ذلك. لا يمكن شكر الله على نعمه، في بدن الإنسان مليارات الخلايا. لو أراد أن يشكر الله عز وجل على كل خلية في بدنه، لأنه يمكن كل خلية أن تصبح خلية سرطانية. فالله عز وجل جعل هذه الخلايا كلها بالتزان وفي صحة كاملة كل خلية تحتاج إلى شكر وكل ارتباط بين خليتين تحتاج يحتاج إلى شكر لذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الأشجار لو كانت مدادا البحار والماء في البحار لو كانت حبرا ما يقدر أن يشكر الإنسان رب العالمين هذا شيء طبيعي فأهل البيت سلام الله عليهم كانوا يرون القصور مع رفعتهم وعظمتهم ولكنهم مخلوقون محدودون أيضاً فكانوا يستغفرون الله عز وجل لوجود القصور في نفسه يعني يعني هذا هذا وضع الخلق هكذا مثلاً كان السيد الوالد رحمه الله يشبه يقول هناك رجل مريض لا يمكن أن يجلس وإنما متمدد على سريره يأتي إليه عالم رباني ليزوره هذا معذور عن أن يجمع رجليه أن, أن يجلس بأدب وإنما هو على السرير متمددا فعندما يأتي إليه هذا العالم الرباني هذا الشخص المريض اللي متمدد على السرير يعتذر منه مرة مرتين ثلاث مرات مولانا أنا أعتذر من هذا الفعل والعالم يعذره في ذلك ويقول لا عليك لا تتمكن هناك العجز عن ان يجلس بادب هذا عاجز اصلا عقلا غير متمكن ولكن مع ذلك يعتذر هل هذا الاعتذار عن تقصير او قصور هذا اعتذار عن قصور وليس اعتذارا عن تقصير فلذلك اهل البيت سلام الله عليهم كانوا يؤكدون على احياء هذه القلوب الميته بالحكمه والموعظه الحسنه لذلك رسول الله صلى الله عليه واله عندما كان ياتي اليه جبرائيل يقول له اخي جبرائيل عظني فلاستمع الى موعظتك ايضا مع ان جبرائيل عليه السلام خادم لاهل البيت كما في مختلف الروايات هذه درجه عاليه فاذا ارتبط قلب الانسان بالله عز وجل تتجلى فيه درجات الحكمه احسن المعارف انما يكون بلحاظه متعلقه المعرفه التي تدخل في القلب وهو يعني متعلق معرفة ما يتعلق باحسن معروف وهو الله عز وجل. فمعرفة الله اعلى المعارف، ومن عرف الله عز وجل كملت معرفته، واصبح قلبه عرش الرحمن، كما في الرواية قلب المؤمن عرش الرحمن. اسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن امتلا قلبهم حبا له وان نكون ممن يرتبط بالائمه المعصومين لكسب المعرفه والحكمه ان شاء الله هذا وصلى الله على محمد واله الطاهرين